ديال اشنو قال ليا هنا فين خصنا نردوا البال مزيان، حيت هنايا اشنو درنا في هاد التمرين؟ حسبنا غير الثمن اللي غادي نقصوا لينا، ما حسبناش شحال غادي نخلصوا. اتفقنا؟ اذا احسبوا مبلغ التخفيض ثم الثمن الجديد في دفتري واتمم الجدول. اذا لاحظ معي عندنا هنايا عندي هنايا 5000 درهم، اذا هاد الاله ديال الصابون كنديرها 5000 درهم، غادي يحيدوا لينا منها 25%. يعني شوف معايا كيفاش كنحسبوا المبلغ الجديد. عندي 5000 درهم في الاول، هي هادي، شحال غيحيدوا لي منها؟ 25%. غادي نضرب في 25 وغادي نقسم على 100 تساوي. اذا عندي بالنسبه الى بغيت نختزل بهادي غنختزل، غنحيد هاد جوج الاصفار مع هاد جوج الاصفار، 50% الا كتعطيني 5000، وهنا 100 100. اولا انا نعطي لكم هنايا باش تفهموا اكثر، 50 ضربناها في 100 هي اللي عطاتنا 5000، عاد ضربنا في 25. من الاحسن ان نفصلوها بحال هكا باش تبان، حتى الا بديروها في المدرسه يعني في التمارين ولا في الفروض، من الاحسن انكم تفصلوا الاستاذ ديالكم باش يعرف كيفاش درتوا ليها. نختزل ب 100 مع 100 كتبقى لي 50 في 25، 50 مضروبه في 25. دهنا سهله هاد الصفر غنحطوه هو الاخر، ندير 5 في 5 هي 25، و 5 في 2 هي 10 زائد 2 هي 12. دهنا عندنا يعني هذا هو المبلغ اللي غادي ينقصوا لينا. انا بغيت المبلغ الجديد، رد معايا البال، المبلغ الجديد ياك اشنا هو؟ والمبلغ السابق او لا المبلغ الاصلي كنقصوا منه مبلغ التخفيض، مبلغ التخفيض هكا كنكتبوا هذه العلاقه. اذا انا بغيت المبلغ الجديد، اش كيساوي المبلغ الجديد؟ كيساوي المبلغ الاصلي اللي هو 5000 درهم، اش كنقص منه؟ مبلغ التخفيض اللي هو 1250 درهم. اذا هكا بهذه الطريقه باش كنلقى المبلغ الجديد ديال ديك الاله ولا ديال ديك المونديال ديك البرودوي اللي نقصوا ليا منه. اذا عندي 5000 غادي نقص منها 1250 كتعطيني 3750 درهم. اذا الثمن الجديد ديال هذه الاله هو 3750 درهم. نجي للبيكالا، عندي هنايا 35% حتى هي ناقصه ليا منها، عندي 1500 درهم، كندير 1500 درهم. ردوا البال كيفاش كنحسب مبلغ التخفيض. مبلغ التخفيض كيفاش كنحسبو؟ كناخذ المبلغ الاصلي كنضربو في النسبه المئويه كيعطيني مبلغ التخفيض. إذن عندي 1500 درهم غنضربو في 35%، 35 ونقسمها على 100، اش كيساوي ليا؟ عندي هاد 1500 خصني نفصلها باش أني نختزل، عندي 15 مضروبة في 100 مضروبة في 35 قسمة 100، هاد 100 غنختزل بها كتبقى لي 15 مضروبة في 35، 15 ضرب 35، عندي 5 في 5 25، 5 في 1 5 زائد 2 7، نحط النقطة هنا، 3 في 5 15، 3 في 1 3 زائد 1 4، عندي 5، 5 زائد 7 12، 4 زائد 1 هي 5. إذا هنا عندي 500 و 5 عذرا 525 درهم. إذا هذا هو المبلغ اللي ولا عندي في التخفيض، هذا هو اللي غادي ينقصوا ليا ياك. بغيت المبلغ الجديد، حنا شنو قلنا في المبلغ الجديد؟ كناخذ المبلغ الاصلي، المبلغ الاصلي هو 1500 درهم ياك، غادي نقص منه 525 درهم، 525 درهم. نشوف المبلغ الجديد، عندي 1500 ناقص 525، إذن أنا في بحال ما هاد الحساب، إذن راه نتوما أصلا تكونوا ضابطين العملية ديال الطرح، أنا غنحسب مباشرة في الآلة الحاسبة باش ما نطولش الفيديو عليكم. إذن هي 975 درهم هو المبلغ الجديد ديال هاد البيسيكليت هادي، 975 درهم. ثم عندي تلفاز،
3500 درهم هو الثمن الأصلي، 3500 درهم هو المبلغ الأصلي. شحال غادي ينقصوا لينا؟ 45% ديال التخفيض. إذا مضربة في 45 قسمة 100 اش كتساوي ليا؟ 3500 كنحصل عليها بضرب 35 في 100 في 45 قسمة 100. ردوا البال، هاد الطريقة اللي كندير باش أني كنفصل هادي غير باش أني نتمكن من الاختزال، غير باش نسهل عليا العملية ديال الاختزال. وكنجي هنا كندير 35 ضرب 45، 5 × 5 = 25، 5 × 3 = 15 + 2 = 17. عندي 4 × 5 = 20، 0 وكنحتفظ بجوج. 4 × 3 = 12 + 2 = 14. 5 × 7 = 4 + 1 = 5. هنا عندي 1. إذا المبلغ اللي غادي ينقصوا لينا هو 1575 درهم. هادشي اللي غادي ينقصوا لينا. شحال غادي نخلصوا حنا؟ غادي نديروا 3500 درهم، إذا المبلغ اللي كان في الأول يعني الأصلي، وغنقصوا منه داكشي اللي غادي ينقصوا لينا هما 1575 درهم. يعني 3500 ناقص 1575 درهم كتعطيني 1925 درهم. إذا أنا إلا بغيت نديها التلفازة غنخلص هاد الثمن هذا دابا، ما حد كاين تخفيض. 1925 درهم، يعني هذا هو المبلغ الجديد. إذا عندي العصارة 380 درهم، يعني المبلغ الأصلي ديالها قبل ما يكون التخفيض هو 380 درهم. دابا في التخفيض نقصوا ليا 20%، نقسم على 20 تساوي 38 مضروبة في 10 في هاد 20 تاهي غنفصلها 2 × 10 ونقسم على 100. إلا خديت 10 × 10 أو لا بالأحرى 100 هي 10 × 10 ياك، باش أني ما نخلطش لكم الأمور. غنختزل بعد 10 مع هاد 10 وهاد 10 مع هاد 10، أو لا قبيلة فاش كنت مخليها 100 غناخد هاد 10 × 10 100 ونختزل بهم بجوج مع هاد 100. غتبقى لي 38 في جوج، عندي 2 × 8 هي 16، 2 × 3 = 6 + الاحتفاظ = 7. 76 درهم اللي غادي يحيدوا ليا من 380. غندير انا 380 ناقص 76 درهم، عندي 0 ناقص 6 لا يمكن، 10 ناقص 6 كتساوي 4، 8 ناقص 8 كتساوي 0، وهنا 3. اذا المبلغ الجديد غادي يكون عندي هو 304 ديال الدرهم، يعني 304 دراهم. إذن هذا هو المبلغ الجديد ديال هاد الآلة هادي. إذن غندوزو للتمرين رقم 7. إذن في التمرين رقم 7 تمثل الغابات 17% من مساحة المغرب البالغة 710850 كيلومتر مربع، احسب قياس مساحة هذه الغابة. لاحظ معي جيدا، يعني عندنا مساحة المغرب هي 710850، أما فيما يخص الغابات فهي تمثل 17%. إذا سأضرب في 100 وأقسم على، سأضرب في 17 عذرا وأقسم على 100. إذا سأستعمل الآلة الحاسبة، إذا الذين 710850 ضرب 17 ثم قسمة 100، إذا تعطيني 120844.5 كيلومتر مربع. إذا 120844.5 كيلومتر مربع. إذا قياس مساحة هذه الغابات هو 120844.5 كيلومتر مربع. إذا هنا سأكتب العملية. إذا أخذنا 710850 ضرب 17 قلنا قسمة 100. يستحسن أن تكتبوا جملة مفيدة هنا، قياس مساحة هذه الغابات هو. في التمرين رقم 8 إذا علمت أن نسبة الماء في جسم إنسان بالغ
تبلغ 70%. فاحسب كتلة الماء في جسم امرأة كتلتها 60 كيلوغرام. إذا لاحظ معي جيدا، إذا سنأخذ 70 ضرب 60 قسمة 100 تساوي، كما سبق وذكرت غادي نختزل بمئة ونختزل بهاد جوج الأصفار، حيت هنا 7 في 10 6 في 10 و10 في 10 كتعطيني 100، تبقى لي 6 في 7 هي 42، إذا 42 لتر. بغيتي تأكدوا من العملية إذا نعاودوها، هي 70 في 60 قسمة 100 إذا هي 42. كتلة الماء في جسم رجل كتلته 80 كيلوغرام، إذا عندي 80 كيلوغرام غنضربها في 70 ونقسمها على النسبة المئوية على 100، إذا أش كتعطيني؟ أنا باش تفهموا كيفاش درت لهادي، عندي 80 مضروبة في 70 قسمة 100، أش درت أنا؟ درت 8 في 10 في 7 في 10 قسمة 100، ياك؟ عندي هنا 8 في 7 في 10 في 10 على 100. أنا غنختزل نفصل لكم الأمور باش تفهموها تنتوما. عندي 8 في 7 مضروبة 10 في 10 هي 100 ونقسمها على 100. دابا غنختزل بهاد 100 وتبقى لي 8 في 7 اللي كتساوي لي 56. إذا راه الطريقة اللي وريتكم هنا هي نفسها اللي درت هنايا، غير كنحاول أني نختزل. إذا 56 لتر. في التمرين رقم 9 ردوا معايا البال في التمرين، حيت فيه شوية ديال الخدمة ومزيان ليكم نيت أنكم تفهموه. أنجز النشاطين التاليين في الدفتر. نسي تاجر أن يؤدي ضريبة على الأرباح قيمتها 3750 درهما في الوقت المحدد، وعليه فسيؤدي الضريبة مع إضافة 10% كدائرة على التأخير. كدائرة على التأخير، نحن فاش كون عندنا واحد الضريبة خصنا نخلصوها في واحد الوقت يعني ونسيناها ما خلصناهاش، ملي كدوز واحد المده بحال دابا دوز عليك سيمانه يومين اسبوع اسبوعين بحال هكا 3 اسابيع، فهي غتخلصها ولكن غتخلصها وكيزيدوك واحد الضريبه. علاش ديك الضريبه؟ الضريبه على انك تاخرتي. هذه هي الدائره على التاخير. اذا احسب قيمه هذه الدائره. إذن كيفاش غندير نحسب في قيمة الدائرة؟ عندي 3000، أنا كان عليا نخلص 3750 ياك، ولكن ما خلصتهاش، إذن غيطبقو عليا واحد الضريبة ديال 10%، غنضرب في 10 ونقسم على قسمة 100، أش كتساوي ليا؟ لاحظ معي، عندي 3750 ضربتها في 10 كتعطيني 37500، نقسمها على 100 هي 375 مضروبة في 100، مقسومة على 100، نختزل بهذه وبهذه تبقى لي 375. إذا قيمة هذه الدائرة هي 375 درهم، هي 375 درهم. نتوما إذا بتكتبوا في الدفتر خاص تكتب بحال ما هكا، إذا تكتبوا القاعدة كيفاش درتو تحصلتوا عليها. دابا بغيت المبلغ الذي سيؤدي هذا التاجر. أنا نكتب لكم العملية هنا باش أنكم عندنا 3750 مضروبة في 10 مقسومة على 100، قلنا كتساوي لنا 375 درهم. دابا المبلغ الذي سيؤديه التاجر، غادي يخلص هذه هي الأولى، إذا الضريبة اللي عليها غي خلصها، وشنو غي خلص مازال؟ غادي يخلص هذه ديال الدائرة، إذا زائد 375 درهم تساوي. إذن عندنا 3750 زائد 375 درهم كتعطينا 4125 درهم. إذن هذا هو المبلغ اللي غادي يأديه دابا. ثم في باء، يقترح صاحب مرآب تخفيض 8%، إذن المرآب هو الباركين، بالنسبة لسيارات ثمنها 120000 درهم، بينما يقترح منافسه تخفيض 9500 درهم بالنسبة لنفس السيارة، أي الاقتراحين أفيد للزبون؟ إذن هنا خصني أن نشوف إنا هو اللي غادي يكون في صالح الزبون، إذن إنا هو اللي ناقص ليه.
كنشوف اشنو غندير. انا نفس الورقه لجوج، غندير الاولاني هنا وندير الثاني هنا. فالاول قال لك اسيدي هاد 120,000 غادي نقسلو منها 8%، 8 قسمة 100، ياك؟ غادي نحسب بالآلة الحاسبة باش ما نطولش الفيديو. 120,000 مضروبة في 8 قسمة 100 عطاتنا 9,600 درهم. هادشي اللي غادي نقص ليه، ياك؟ فيما يخص الثاني قال لك غادي نقص ليه 9,500 درهم. إذن أيهما أفيد؟ إذن راه عندي قضية باينة، هذا غنقص ليه 9,600، هذا غنقص ليه غير 9,500. إذن الأفيد هو الأول. إذن أي الاقتراح الأفيد للزبون؟ إذن الاقتراح الأفيد للزبون هو الاقتراح الأول. إذن هنا انهينا التمارين الخاصة بالتناسبية. نتمنى أن ينفعكم الدرس وأن تستفيدوا منه أكثر. حاولوا أن تنشروا الفيديو على أوسع نطاق، و يعني بارتاجيوه مع أصحابكم أيضا باش يستفيدوا حتى هما. ولا تنسوا دعمنا والاشتراك في القناة فيما يخص الأشخاص الجدد. دمتم في رعاية الله.